هيا يا مهدي أسرع. هيا، هذه هي مخازن الطعام، خذ منها ما يكفي لتطعم به الفقراء. هيا أسرع. جزاك الله كل خير عن هذا يا هوزاء. احترس يا مهدي، احترس، سأنصرف أنا الآن. احترس. ها، هيا هيا انصرفي أنت الآن. مهدي، من أنت؟ أنا شائك. شائك؟ وما الذي أتى بك إلى قصر السراجي؟ نفس السبب الذي أتى بك. لقد جئت لكي آخذ طعاما لأتباع نوح عليه السلام. ماذا؟ ماذا تقول يا شائك؟ هل آمنت بنوح وبإله نوح؟ نعم يا مهدي، لقد آمنت برب العالمين. كم أنا سعيد يا شائك، كم أنا سعيد. علينا أن نقف إلى جوار هذا النبي وندافع عنه. بروحي سوف أدافع عن نبي الله نوح. لقد ظلموه. علينا أن ندعو معه إلى هذا الدين الحق، وعلينا أن نساعده في بناء هذه السفينة. نعم نعم، لقد علمت أن الناس يتآمرون لحرق كل أخشاب المدينة. إذن علينا أن نخزن أخشاباً لهذا الغرض. كنعان ووالها يعملان ضد نوح عليه السلام. أسمع صوت الحرس. هيا هيا لنذهب. هيا هيا يا شائك أسرع. هيا هيا يا مهدي هيا. من هذا الذي تجرأ على قصري وحاول اقتحامه؟ من هذا؟ لابد أن يكون من حاول سرقة هذا الطعام من أتباع نوح يا سراجي. كيف يا سامق؟ لقد فرضنا عليهم حصاراً أسلمهم للجوع ومنعنا عنهم البيع والشراء. نعم صدقت يا سامق، ولكن هذا يجعلهم يقتحمون قصري؟ وأكثر من ذلك، إنهم يتبعون رجلا يحبونه، وهم على استعداد للتضحية حتى بأرواحهم من أجله. وماذا عن الأخشاب يا سامق؟ نجمع الآن كل الأخشاب من كل مكان في القرية. سيكون حريقا لم يشهده أحد من قبل. أريد أن أطمئن أن هذه السفينة لن يكون لها مستقبل يا سامق. لن يكون لها أي مستقبل في بلادنا. أخشى من نوح هذا أكثر من خشيتي من كل جيوش العالم، وأكرهه. لا تخف، لا تخف يا مهدي، سوف تطيب هذه الجراح، لا تقلق. شائك،
ليس لدي أي قلق على نفسي. أريد أن أكمل مسيرتي مع نبي الله نوح. نحن على الحق وهم على الباطل. لا 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 لا, لا قيمة للعمر يا شائك، فهي رسالة ولا بد أن نكملها مهما كانت العواقب. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا الدين الحق. يا أم جامر، عليك أن تنصحي زوجك ياسف بالوقوف معنا ضد أبيه والخروج بعيداً عن هذه الأفكار. أية أفكار تقصدين يا والها؟ أن للكون إلهاً واحداً. لكنها الحقيقة يا والها. الملأ من القوم مستعدون لدفع الكثير من الأموال لكي يبتعد نوح عن هذا. سوف نعيش جميعاً في نعيم، بل سوف نعيش في جحيم. أي جحيم تقصدين؟ أقصد جحيم الكفر بالله، جحيم المعصية. هذه الأفكار سوف تكون جحيماً عليكم. نحن اخترنا طريقنا، طريق نبي الله نوح. بئس الطريق، بئس الطريق، ولسوف تعاقبون من الآلهة عقاباً أليماً. اللهم أغثنا من مكرها، هي ومن معها يا رب العالمين. أنا قلق على هوزاء، لا أعرف ماذا أصابها. وأنا قلق على طغورة، لقد كانت تنتظرني الليلة. اللهم ثبت قلوبنا على الحق ولا تفتنا يا رب العالمين. ثعبان، ثعبان، ابتعد يا مهدي، ابتعد، سأقتله، سأقتله. احترس يا شائك، احترس. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. هيا بنا لنذهب إلى المدينة. هيا هيا يا مهدي، استند علي يا أخي. هيا هيا.